هنا قطاع البراعم في النادي العربي القطري، حيث يبدو مكان تدريب الأطفال والصبية كخلية نحل بإشراف عدد من المدربين أصحاب الخبرات في هذا المجال. هذا القطاع الذي يشرف عليه راشد خليفة المهزع ونائبه محمد درويش ينقسم لسبع مراحل سنية تبدأ من مواليد عام 2008 نزولا لمواليد عام 2002. الفئات السنية والبراعم هي العمود الفقري لجهاز كرة القدم في النادي. من هذا المنطلق برئاسة رئيس مجلس الإدارة السيد هتمي بن علي الهتمي وضع خطة تخدم الفريق الأول والمنتخب في المستقبل. على هذا الأساس احنا نتطلع نخرج بجيل مثقف تربوي مثقف بدني. الفئة الأولى التي تضم مواليد 2007-2008 تعتبر من الفئات التي يبذل فيها المدربون جهودا كبيرة، لأنها تهتم بكيفية تعليم البراعم أساسيات كرة القدم، بداية من ترويض الكرة إلى السير بها. بعدها هناك فئة مواليد 2006، وفيها يتم تعليم البراعم مهارات أكثر تطورا مثل التصويب على المرمى والتحرك السريع بالكرة في اتجاهات مختلفة. وفي كل مرحلة سنية تتم زيادة وتيرة التدريبات المتنوعة للنشأ وصولا إلى تكوين فرق تشارك في البطولات الرسمية الداخلية والخارجية. براعم النادي العربي هي دي أساس، ودي احنا بنعتبرها اللي هي الدعامة الأولى للفئات السنية وللفريق الأول. والحمد لله ان النادي العربي بيتميز بمجموعه من المواهب في قطاع البراعم اللي هي ان شاء الله في المستقبل النادي بيعتمد عليهم في الفئات السنيه، وفي يعني اسماء ان شاء الله ربنا يطول في عمرها تبقى موجوده في الفريق الاول ان شاء الله. تضم كل مرحله سنيه 30 لاعبا ومدربا واداريا بجانب الطاقم الطبي للنادي، ويشاركون في التدريبات التي تصل إلى 5 حصص إسبوعيا، كما يتنافسون في بطولات البراعم على مستوى الدولة مطلع كل شهر. اسمي غالي محمد أحمد، ألعب في النادي العربي في سنة 2002، واسم كابتن مديح محمد، وأنا أحب النادي. أحب أكون نجم يعني مثل ميسي ورونالدو. الأمر هنا لا يقتصر على كرة القدم في حد ذاتها، بل يتعدى ذلك لجوانب أخرى من اهتمامات البراعم مثل إقامة مهرجانات ترفيهية، فضلا عن تنظيم معسكرات في دول مجاورة خلال فصل الصيف لتدريب البراعم على التجمع في معسكرات وعلى الالتزام بالتعليمات في سن مبكرة. فقديما قالوا: من شب على شيء شاب عليه. قطاع البراعم في نادي العربي هو أمل جماهيره الكبيرة في دولة قطر من أجل إعادة النادي إلى منصات التتويج التي يغيب عنها منذ 16 عاما. محمد زيادة، بين سبورتس، الدوحة. شبكة المراسلين معكم تتواصل وفيها بعض